حدثنا بدل بن المحبر اخبرنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري ابا بكر يصلي بالناس قالت انه رجل اسيف متى يقم مقامك رق فعاد فعادت قال شعبه فقال في الثالثه او الرابعه ان كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر